يلا بينا نعمل حواوشي السجق. وصفة خطيرة سهلة جدا. أنا جبت سجق من السوبر ماركت أو ممكن تجيبيه من عند الجزار، بيبقى متحبش وتمام. هنقطعه كده حتت، وفي طاسة سخنة على النار ننزل بالسجق من غير زيت ولا أي حاجة، هو هينزل دهونه. يتشوح ننزل بقى بثلاث فصوص ثوم، بصلايه، فلفلايه، رومي خضره، طماطم، ومعلقه كبيره من الكزبره، ملح وفلفل، ومعلقه كبيره برضو من معجون صلصه الطماطم، وشكرا. احلى سجق. عايزين تاكلوه بقى في العيش الفينو؟ مفيش مشكله، احنا عملناه حواوشي. الرغيف البلدي حطينا فيه السجق المستوي وعليه شويه جبنه موتزاريلا، ودهنا طاسة كده دهنة زيت خفيفة، ونزلنا بالرغيف ودهنا وشه برضو، ونقلبه بقى يمين وشمال لغاية ما يتشوح وياخد لون حلو ويبقى مقرمش. الجبنة كمان هتلاقوها من جوه بقى ساحت، وريحة الحواوشي ملهاش حل. ده بيتباع في المطاعم، نقدر نعمله في البيت، أنضف طبعا وأحلى بكتير وسهل. خطير يا جماعة، اعملوه، انا متاكده انه هيعجبكم جدا، وبالهنا والشفا.